نقدر نجوم، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود. ما دامنا نملك نفس واحنا على قيد الوجود، نقدر نجود. رمضان 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 بالخير تعود. مشاهدينا الكرام، أراد الله أن يكون لنا معكم لقاء ثلاثيني في آخر حلقة من حلقات برنامج رمضان كذا. نحاول نعمل بانوراما سريعة عن الأشياء اللي رافقتنا معاكم من بداية شهر رمضان إلى هذا اليوم. الرفيق هذا كان معانا طيلة 30 حلقة، وهذا الشيء اللي إحنا نحب اليوم نهديكم هو بكل الأشياء اللي موجودة داخلته، أشياء نقدر نعملها يوم ويومين ونتعب لأنه يمكن تكون مكلفة بالنسبة لكم مادياً، وأشياء ممكن تظل معانا لسنوات وسنوات. ليش؟ لأنها ما تكلفش مننا أي حاجة، اللهم أنها تعطينا انطباع كويس عند الآخرين وكمان نحصل على حسنات بسببها. كثير من الناس يسألوا ويتساءلوا ليش دائماً السلوك؟ وليش عبر موسمين تكلمنا فيهم عن السلوكيات؟ السلوك يعني أنت، يعني تربيتك، يعني شخصيتك، يعني كيف تكون داخل الأسرة وكيف تكون داخل المدرسة وكيف تكون في الحي، في الشارع، في الحارة، في عملك، في شغلك، كيف تكون في كل هذه الأماكن. عشان كذا تعالوا نستعرض مع بعض صندوق الخير هذا أو صندوق السلوكيات بالمعنى الأصح. لما رافقنا كيف رافقنا وإيش الأشياء اللي رافقنا من خلالها؟ يمكن هذه كانت آخر حاجة تكلمنا عليها، ولو الموضوع ما بيكونش بالترتيب، المهم إن السلوكيات هذه تحط داخلتك بصمة وأثر. حاولنا نسعد الناس اللي حوالينا، وحاولنا مع بعض إن احنا نتعاون عشان دائماً مجتمعاتنا بالتعاون تكون أحسن. حاولنا كمان نشوف أهمية الدعاء، وحاولنا كمان إن احنا نعرف الناس إن الدعاء جسر المحبة والصدق والصفاء بينك وبين الله سبحانه وتعالى. حاولنا نتكاتف مع بعض عشان نمحي الأمية اللي سببت لمجتمعاتنا طفرة كبيرة جدا. إنك تمحي أمية الفكر أهم بكثير من إنك تخلي الواحد يعرف يقرأ أو يكتب. حاولنا نركز على أساليب متنوعة ومختلفة من الذكر، وإن شاء الله تكون هذه حصادكم خلال رمضان وغير رمضان. حاولنا نشوف ليش الرحمة مهمة في حياتنا كبشر كأشخاص، لأن الله سبحانه وتعالى أوصانا بالرحمة. كثير من الشباب والشابات عندهم مواهب مدفونة ومش لاقيين حد يشجعهم، عشان كذا حبينا نتكلم عن أهمية الأمسيات وواقعها في مجتمعنا. أمك وأبوك سبب سعدك في الحياة، عشان كذا حاول قدر الإمكان إنك تبرهم ما داموا على حياة الدنيا. على فكرة حتى لو توفوا أنت قادر أنك تبرهم بطرق مختلفة.
الوضع في بلدنا أصبح صعب وصعب كثير، وكثير من الناس نزحت من مكان إلى آخر. عشان كذا كان لنا وقفة معاكم بأهمية مساعدة النازحين. أساس كل عمل، أساس سلوكياتك هي الأمانة، والأمانة مش مقتصرة على فلوس وبس، لا، الأمانة في كل شيء، حتى في حفظ سر الآخرين. طول ما نحن بخير ما نحسش بقيمة النعمة اللي أعطانا رب العالمين اللي هي الصحة، لكن لو رحنا وداومنا على زيارة المرضى بنعرف إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يشعر بها إلا المرضى. كثير من المعلومات اللي نتلقاها في حياتنا اليومية ومن كثرها تتلخبط ومش عارفين كيف نسويها، عشان كذا اقترحنا إنه يكون معانا صندوق خاص بالمعلومات. في كل مكان أنت بتكون موجود فيه لازم يكون لك بصمة عشان يعرفوا إن فلان موجود بهذه المدرسة، أو فلان موجود بهذا الحي، أو فلان موجود بهذا المنزل. عشان كذا لازم توضع بصمتك في أي مكان أنت فيه. صلة الرحم هذه اللي هي مشتقة من اسم الله وتنادي يوم القيامة، اللهم وصل من وصلني واقطع من قطعني. كثير من الناس تمشي في الشارع ولا همها إيش اللي موجود، تاير، قمامة، عجلة، زجاج، أي شيء. فكنا حريصين إنه يكون معانا وقفة لإماطة الأذى. الصدقة هي الشيء الأساسي اللي يطفئ غضب الرب، عشان كذا داووا مرضاكم كمان بالصدقات. أما الجيران هم أهلك لكن من بعيد، لكن بدون صلة قريبة بينك وبينهم. حاول إن رمضان زي ما كان جامع لكم بالخير، كمان بعد رمضان تكونوا مجتمعين على نفس الخير. الإنسان مننا بسيط جداً، ومحدش عارف بكرة إيش ممكن يحصل فيه، يظل عايش ولا ربنا يذكره بالخير. عشان كذا قبل كل شيء حاول إنك تسامح أول بأول. شبابنا عرفوا كثير بالأعمال الخيرية اللي يعملوها لمجرد حبهم لهذه الأشياء بدون أي مقابل، عشان كذا كنا حريصين إن احنا نعمل لفتة على هذه الأعمال. ناس كثيرة فقدت إحساسها بالآخرين لمجرد أن كل واحد يلا نفسي وهمه نفسي، عشان كذا كان في معانا محطة عن الإفطار الجماعي. إنك تكون مخلص يعني إنك تؤدي هذا العمل على أكمل وجه، وتكون على يقين إنك مسؤول ومحاسب عليه. ما لك من فلانة عملت أو فلان ترك أو قالوا فعلوا سووا، حتى لو أنت عندك الحاسة السادسة احسن الظن بالناس، ما حدش عارف اللي في القلوب واللي في النوايا غير رب العالمين. كل الناس اللي في السجون واللي ما قدروش إنهم يدفعوا المبالغ اللي كانوا محبوسين بسببها، نتمنى إن الله يفرج همهم في القريب العاجل، وأكيد أصحاب الخير ما ينسوش حد. هذه تكسر العود اليابس. خليكم دائماً حريصين إنه الكلمة الطيبة صدقة، ولو ما عندكش أي حاجة تتصدق فيه عليك وعلى الكلمة الطيبة.
الله سبحانه وتعالى خلق التكافل في المجتمع حتى لو أنت مش حاسس فيه، وزي ما خلق ناس وأشخاص الله ما رزقهمش بالذرية، خلق كمان أيتام فقدوا آبائهم من أول لحظة. عشان كذا خلوا في بالكم كفالة الأيتام. الإنسان من النسيان، والدنيا ألهتنا عن أشياء كثيرة جداً. عشان كذا لما تحب تذكر نفسك وتحس إنه قلبك بقى قاسي من داخل، عليك بزيارة القبور. هذا بدون تعليق، خلي الباقي عليكم. أسرتك بحاجة لك، لازم تعطيها من وقتك في النزهة وفي الترفيه عشان على الأقل تتعرفوا على بعض أكثر. ولا شعورياً، كانت هذه هي اللوحة الأخيرة اللي نتمنى في الختام إنها تكون مرسومة عليكم طولة العمر في رمضان وفي غير رمضان. ولازم تعرفوا إنه أنتوا أحسن من غيركم بكثير مهما بلغت صعوبة الحياة معكم. مشاهدين الكرام، يمكن ما نقدرش نهديكم كلام أكثر، ولا نقدر نعطيكم هدية العيد، ولا نقدر إن احنا نتمنى نكون معاكم في الأيام القادمة عشان رمضان اللي يجمعنا على خير انتهى في هذه اللحظة، لكن نقدر نهديكم هذا الصندوق، صندوق السلوكيات اللي استمر معانا 30 يوم وأصبح واحد مننا وفينا. اللي يعجبكم خذوه، واللي ما يعجبكمش خلوه على جنب واشتغلوا على الجانب الكويس. أما بكذا نكون خلصنا وحطينا الرحال في آخر يوم من ليالي شهر رمضان المبارك. نتمنى بإذن الله تكونوا كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، وبإذن الله في الأعوام القادمة يظل رمضان بالخير يجمعنا. نقدر نجوم، نقدر نحط الشوك، نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا، نخلي الفرحة تسود. ما دامنا نملك نفس واحنا على قيد الوجود، نقدر نجوم. رمضان بالخير تعود.